اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالبنات اللي دخلوا جداد. مرحبا ومرحبا، ما تنساوش غير تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد دائما اللي كنزل لكم. كيف ما كتشاهدوا معايا موديلات متنوعه، ملابس كاجوال فصل خريف وشتاء 2023، كيف ما كتشوفوا معايا موديلات متنوعه، لوينات اللي دارجه على الموضه حاليا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات الا عجبكم هذه النوعيه ديال الفيديوهات خليوا لي لايك باش نبقى نزل لكم الجديد دائما. هذه النوعيه ديال الملابس المحجبات كيف ما كتشوفوا كاين هاد الخراسه، كيجيو فراشه فيهم هاد الكمام كيف ما كتشوفوا مجموعين، وكاين كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه كيجيو طوالين بالنسبه للمحجبات، فيهم لوينات كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه. كاين هاد النوعيه كذلك ديال الفساتين المحجبات، وكاين كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه بالنسبه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. بالنسبه لهاد الموديلات كيف ما كتشوفوا فيهم هاد الوينات اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. بالنسبه للموديل اللي شفنا في الاول فيديو في هاد الازرق كذلك، صراحة كيجي مزيون في اللبسة، الموديل ديالو رائع، في هاد غوص فوشيا لصقتو هنايا مع الأسود، وكاين بلون كلاسيك كيف ما كتشوفو معايا تا هو لصقتو مع السروال في اللون الأسود. كاين هاد النوعية ديال الفساتين كذلك للمحجبات، هاد اللوينات اللي شفتو معايا في الفيديو، وكاين كذلك تشكيلات متنوعة من فساتين للمحجبات، فساتين تركية شي حاجة جديدة كيف ما كتشوفو معايا، كتجي بالحزام وكتجي كلوش من تحت وكتجي طويلة، شي حاجة مستورة وأنيقة في نفس الوقت، وديال هاد الموسم أو هاد الفصل الخريف. كاين كذلك هاد النوعية ديال الفساتين فيها هاد اللوينات اللي كتشوفوا معايا، وكاين كذلك هاد النوعية ديال الفساتين كذلك كيجيو بالحزام، وكاين كذلك هاد الموديل في هاد المارون كيف ما كيبان لكم، فيه الجياب وفيه كذلك الحزام. بالنسبة للبنات اللي ما كيبغيوش الحزام يمكن لكم انكم تستغناو عليه، فكيجيو صراحة واسعين، كيجيو مزيونين في اللبسة بالحزام. وكاين كذلك هاد النوعية ديال الخراسة اللي كنا شفنا قبل الأورانج، في هاد اللون البيج والأصفر، وفي كذلك هاد الأخضر ملكي مع الأورانج، تا هو كيجي مزيون في اللبسة كيف ما كتشوفو نسقتها معاه هنايا هاد الفولار في الأورانج، وفيه كذلك هذا الأزرق ملكي مع غوص فوشيا، وهاد الفساتين كيف ما سبقنا وشفنا فيه لوينات. كاين كذلك هاد الزيتي نسقت معاه هنايا فولار في اللون الأسود، كذلك فيهم اللون الأسود كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتعرفوا بأن اللون الأسود يعني كمتوفر في جميع الموديلات، صافا البنات وصلنا لآخر الفيديو، كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنسوناش باللايكات ديالكم اللي كتحفزنا أننا دائما نجيب لكم الجديد. ومع السلامة حبيبتي، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.